الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وصحه وسعاده. النهارده انا هعمل لكم النوتيلا الاصليه بطريقه سهله، وان شاء الله هتكون لذيذه وهتعجب ولادكم جدا، ومش هيطلبوا منكم نوتيلا من بره ابدا. المكونات بتاعتنا بتاعت النوتيلا مقسومه لنصين، نص للنار ونص للكبه او للخلاط. يلا بينا بقى نشوف المقادير اللي هتتحط في النار. الاول معانا 2 باكو نسكافيه بطعم البندق، نص كوباية لبن، حليب، كوباية الا ربع سكر حبيبات، كوب شوكولاتة خام وانا بشراه بالشكل ده مبشور، كوب شوكولاتة مبشور. اللي هيتحط في الخلاط او الكبة نص كاكاو خام فاتح، كوباية زيت، كوباية لبن حليب، كوباية بودرة، ونص كوبايه كريم شانتيه. تمام، احنا دلوقتي هنروح على النار. بسم الله. هنحط كوبايه الحليب وكوبايه السكر، كوبايه الا ربع سكر، وهنحط باكوين النسكافيه، باكوين النسكافيه بالشكل ده، وهنقلبهم كويس. يعني احنا حطينا دلوقتي نص كوباية لبن حليب وتلات ارباع كوباية سكر او كوباية الا ربع سكر حبيبات وكيسين النسكافيه اللي بطعم البندق، وهنقلبهم وهنسيبهم يغلوا. كده هي قربت تغلي، هنسيبها تغلي خالص، وبعد ما تغلي هنضيف كوباية الشوكولاتة المبشورة ونسيبها من دقيقة لتلات دقايق، عشان الشوكولاتة لو قلبناها قبل، يعني قلبناها على طول هتبرد، مش هنعرف ندمجها كويس في قلب النسكافيه. هنسيبها بقى شويه كده وبعدين نقلبها. هنقلب الشوكولاته بالشكل ده كويس جدا، شايفين؟ قلبناها كويس. يعني بالشكل ده هنعمل ايه دلوقتي؟ هنضيف المكونات اللي بتتحط في الكبة. دلوقتي هنضيف المكونات اللي بتتضاف في الكبة. اول حاجة هنحط المواد السائلة الاول. بسم الله. نحط كوب اللبن، كوباية اللبن، حليب، وبعد كده نحط كوباية اللبن البودرة كده، وبعد كده هنحط نص كوباية الكريم شانتيه الخام، وهنحط الكاكاو الخام الفاتح، اللون الفاتح يا جماعة مش الغامق، كله كده على بعض ان شاء الله كده. وهنضربه كويس، هضربه وارجع لكم تاني. كده اتضرب الخليط مع بعضه. كده هنضيف ليه بقى الشوكولاته بالنسكافيه، هي لسه سخنه، بالنسكافيه بالسكر بالطريقه دي، هنحط عليه كده بالطريقه دي. احنا كده حطينا كله على بعضه اهو، خلاص كده. هنضرب بقى بقية المكونات تاني. مع بعضها.
بالطريقة دي. كده احنا ضربناهم، هنضيف الزيت شوية بشوية بالطريقة دي، وهنضرب تاني. هنضيف بقية كمية الزيت، وهضربها وخلصها وارجع لكم. كده كده بعد ما خلصت، شايفين شكلها؟ شايفين؟ هنحطها في بعض برطمانات. بسم الله. هي لسه دافيه، يعني لسه سخنه. بصوا ادي اول واحد، فين الكميه عملت معانا؟ برطمان ونص كده. بسم الله. بالشكل ده. طبعا انا هسيبها تبرد خالص واوريها لكم ما تمسك. هي كده سايبه، اما تبرد هتمسك خالص وتبقى النوتيلا الاصليه بالظبط، ونفس الطعم، طعمها تحفه تحفه تحفه. استنوني. وده شكلها بعد ما بردت، شايفين قوامها؟ لسه هنحطها في التلاجة. يا رب تعجبكم، ولو عجبكم الفيديو لايك، اشتراك في القناة، وتفعيل الجرس. السلام عليكم.